يعني لإعداد المطالب المدنية بمعض واحد الجمعية، جمعية شباب الملكي. اليوم كان طلبت إعداد دفاع بواسطة أحد السادة المحامون. اليوم المحامي ما جاش، سحب نيابته الجمعية، وكان كما كان يعني قريت في هذا الأسبوع هذا أنه ما بقاش عنده ارتباط بهذه الجمعية. هو اليوم سحب نيابته على الجمعية، تقدم الممثل ديال الجمعية اللي باقي عندنا بالنسبة لنا حنا كدفاع باقي ما حطى نظر واش يمثل ولا يمثل، واش عنده الحق ولا ما عندوش حق. هذه في إطار القانون غادي نناقشوا في الجلسه. تقدم اليوم ان يعني تقدم امام الجلسه بانه غيتقدم راسه هو بالطلبات المدنيه. اخرنا الملف، لقينا شي جمعيه اخرى مديره طلبات مدنيه ديالها، شي مواطن مغربي من وجده انه دير الطلبات المدنيه ديالو. اخرنا الملف على اساس باش نطالعوا على هذا الشيء لنهار 30 ان شاء الله. عادي ملف كسائر الملفات، انا ما عرفتش علاش تضخم بهذا الشكل هذا، ولو انه كاين ما اضخم من هذا الملف هذا، كاين قضايا وطنيه اكثر من هذا الملف هذا. ما عرفتش انا علاش تضخم هذا الملف بوحده، واش لاجل محمد السكاكي او لغرض اخر غير محمد السكاكي. ولكن هذا ملف كباقي الملفات كان خصو يمشي عادي، لانه هذا الزوبعه اللي وقعت لهذا الملف يعني غير عاديه، ولا يستحق هذا الشيء كاع، لانه ملف عادي، متابعه عاديه غتبقى عاديه، غتبقى في اطار القانون. حنا غنناقشوها في اطار القانون، ما غادي نهضروا على نهضروا في اطار القانون، غيبقى المحاكمه غتبقى في اطار القانون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.